المهرجان ديال الفن ماشي مهرجان ديال الموسيقى مهرجان ثقافه مهرجان رياضه دونك كنضموا بلوزيغ اكتيفيتي كولتوريل ندوات سينما الاطفال دوريات رياضيه باسكيت ا 3 لا بيش تيرو بلاتو دونك الهدف ديالنا هو نجلبوا اكبر عدد ديال الناس اللي عندهم بلوزيغ باسيون دونك ما غاديش يجي مثلا واحد السيد غير باش يشوف واحد سبيكتاكل يقدر واحد السيد اللي غادي يتهمو الرمايه اللي غادي يتهمو ان تورنوا participer à un tournoi de mini golf, les radis t'aiment participer à un concours de Nabil Jail, modèle fini de Mehrajan Touli, Madin Ifran. الدورة الرابعة الآن نحن في على أبواب يعني ما بقلنا شيء نهار 20 جويلية إن شاء الله يكون في سيساح في هذه الدورة هذه كتعرف تمييز جديد على مستوى المدة كنا كنديروا 4 أيام 5 أيام هذه السنة هذه نديروا 8 أيام و 8 أيام يعني كلها أنشطة ثقافية رياضية فنية موسيقية يعني الأنشطة كتبدأ من الصباح نحن كنعرفوا مدينة إفران هي مدينة الرياضات العاب القوى والمركب ديالها والابطال اللي كيجيو لها باش يدربوا لان بحكم المناخ ديالها الجميل وارتفاع على مستوى سطح البحر كذلك هي مدينه كره السله بامتياز فكاينين المسابقه ديال كره السله الثلاثيه القنص بطبيعه الحال الغابات 144 الف هكتار ديال الارز فهي غابات شاسعه فدير مسابقات القنص الصيد بالقصبه انتم كتعرفوا تربيه الاسماك في مدينه افران وفي النواحي مدينه افران ومن خلال لاترويت سمكه لاترويت اللي غادي نديروا مسابقه في الصيد ديالها هادو انشطه ثقافيه الندوه العلميه سينما الاطفال يعني خلال وكذلك كثيره خلال اليوم يعني ملي كنساليو هذه الانشطه عاد كنمشيو كنستعدو باش نمشيو للسهره السهره الجميله غادي نبداوها من ساحه منصه التاج في وسط مدينه افران واللي عرفت يعني تكبير الحجم ديال المنصه تحديث الالات ماشي الوسائل ديال اللوجيستيكيه اللي هي الصوت وديال الاناره وكذا فهاد السنه هذه غادي تكون متميزه هذيك الخشبه وعندنا كذلك الخشبه الثانيه اللي هي خشبه ارز بلادي اللي غادي نعيشوا فيها ثلاث ايام من ماذا البرمجه بطبيعه الحال السنه هذه احنا مشينا مع اللي كيطلبوه اولا الساكنه وضيوف المهرجان والشركاء الفندقيين والمطاعم والسياحه لان هي مدينه سياحيه فمواقع التواصل الاجتماعي متابعين كنشوفوا لا توندونس شكون هما الناس اللي معنا دنيا باطمه معنا حاتم عمور زهير بهاوي حمزه نميره اللي هو تعامل مع احيدوس صورتنا اللامادي تعامل معه فنصفوه في افتتاح كذلك عندنا الفنان الكبير ماجد المهندس اللي حضر السنه هذه من نجوم العرب واللي تيبغي المغرب بزاف وغادي يكتشف احيدوس ويكتشف جماليه المنطقه ونتمناو انه هذه الدوره هذه تكون دوره ناجحه ان شاء الله.